السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبرحب فيكم طلبة المستوى الأول بكلية العلوم بجامعة الأزهر في أول محاضرة تثقيفية في مجال نحو تبسيط العلوم الفيزيائية من خلال تناول مواضيع تهم اللي هو المجتمع العلمي المعاصر. وحنتناول في هذه الحلقة موضوع تكنولوجيا النانو. طبعا تكنولوجيا النانو موضوع ضخم وكبير ومتنوع المحاور، لذلك فضلت أني أقسمه إلى 3 أجزاء أساسية. اليوم هنتعرف مع بعض على الحلم والفكرة والتطبيق، حتى نستطيع في الجزء الثاني أن نغطي موضوع كيف نصنع الأجسام النانوية والجسيمات النانوية، وكيف نكونها، وكيف نستفيد منها، وكيف ندرسها ونشخصها ونعرف خصائصها الفيزيائية والكيميائية والحرارية وغيره من ذلك. ثم ننتقل بعد ذلك في الجزء الثالث لاكتشاف المزيد من علوم النانو تكنولوجي من خلال التطبيقات الموجودة حاليا والمتوقعة في المستقبل. وكلنا لو بحثنا في جوجل على موضوع تكنولوجيا النانو لوجدنا صور مدهشة جدا. من ضمن هذه الصور لوجدنا آلة، هذه الآلة عبارة عن جسيم من نانوي يستطيع التلاعب بكريات الدم الحمراء ومساعدة كريات الدم البيضاء في القضاء على الفيروسات والمواد الغير ضرورية التي تسبب المرض. وبالتالي الحلم كبير والعمل على قدم وساق. وبهذه المناسبة طبعا حيفتتح في قسم الفيزياء تخصص جديد بعنوان الفيزياء وفيزياء النانو. هذا التخصص حيكون متاح لكم لمن يرغب حتى ينضم إليه. طبعا الهدف من هذه المحاضرة أني بعد ما سمعت أسئلتكم عن هذا التخصص وأهميته وهل حيفيد ولا لا، فأفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال المحوري الذي يشكل مستقبلا لك إنك تحضر هذه المحاضرة كجزء أول وثاني وثالث، حتى تستطيع أن تدخل هذا التخصص بقلب قوي و باندفاع لتعلم المزيد. تكنولوجيا النانو، الحلم، الفكرة والتطبيق. أبو هذه التقنية ومكتشفها هو العالم الفيزيائي ريتشارد فاينمان، الذي طرح تساؤلين: هل يمكن أن نتحكم في المادة من خلال التحكم في ذراتها كوحدة بناء لهذه المادة؟ هل يمكن أن نقوم بصناعة أي شيء من الذرة؟ هذا العالم فاينمان هو في عام 1959 في مؤتمر الجمعية العلمية للعلوم الفيزياء طرح موضوع النانو تكنولوجي. والنانو تكنولوجي هو رقم صغير جدا جدا جدا، 1 من مليار، وهذا الرقم يعني نروح ندرس فيه دقائق الأمور التي تصل إلى حجم البكتيريا وأصغر منها بكثير. أطلق جملته المشهورة: هناك متسع في القاع. There is plenty of room at the bottom. أي أننا اكتفينا بكشف أسرار الكون والفسيح، لكن تركنا الدقائق الصغيرة وهناك متسع في هذا القاع. وقال لهم في هذا المؤتمر أنه بإمكان الوصول إلى كتابة موسوعة الويكيبيديا أو موسوعة البريتانيكا البريطانية التي يصل مجلداتها إلى 48 مجلد على رأس دبوس صغير. تخيل موسوعة بدك مكتبة كاملة تحتويها، يستطيع أن يضعها كلها على رأس دبوس صغير. هذه هي تقنية النانو. تقنية النانو ببساطة يتخيل أنه لو أنت عندك دواء حقنته في كبسولة، وثم قمت بعمل توظيف لهذه الكبسولة من خلال وظائف كيميائية هي عبارة عن شفرات معينة بمفاتيح لها لون معين. هذه الشفرات لا تستطيع أن تلتصق إلا بالخلية المبرمجة بها، فتصل إلى الجرثومة أو المكان المصاب وتفرد الدواء فيه مباشرة
للتقضي على المرض. هذا اللي بيفتح لنا اياه مجال علم النانو تكنولوجي في مجال الطب. تركت كل الجزيئات وذهبت الى الجزيء الذي فيه مفتاح لهذا القفل، فتحرر الفاكسين اللي هو المادة العلاجية في داخل هذا الجزء. وهذه الطريقة التي بدأ العلماء يفكروا فيها في نجاح اللي هو القضاء على الخلايا السرطانية في جسم الإنسان، لأن كل الأمراض المستعصية بهذا الشكل علاجها يقضي على خلايا حية مفيدة في جسم الإنسان، وبالتالي تدمير الخلية السرطانية يصاحبه تدمير الخلايا الحية. وهذا الكلام احنا بدناش اياه. إذن كما ذكر العالم فاينمان ان هنالك متسع في القاع، انه هذا هو الحلم، ان نصل بالامكانيات الماديه انه كيف نتحكم بالذرات لتشكيل مواد جديده. ولذلك احيانا نطلق على علم النانو تكنولوجي ايضا علم اللي هو هندسه المواد، لانه احنا بنعرف الماده من ماذا تصنع؟ من الذرات، وجد في الطبيعة من الذرات، فالحديد حديد والذهب ذهب والنحاس نحاس لتكوين ترتيب بلوري معين من هذه الذرات. إذا تمكن الإنسان وقام بتصفية هذه الذرات بطريقة أو بأخرى سيستطيع الحصول على مواد أخرى جديدة تقوم بوظائف متعددة، وممكن أيضا يصنع أجهزة بحجم النانو. تحقق حلم العالم ريتشارد فاينمان وفكرته من طول انتظار من عام 1959 حتى مطلع العام 1981 باختراع الميكروسكوب النفقي الماسح والسكانينج تانلينج مايكروسكوب الاس اي ام. هذا الميكروسكوب اخترعه كل من العالمين جريد بيلينج وهيرنت روهر. هدول قاموا باختراع جهاز فائق في الدقة يستطيع أن يرى ذرة بذرة على سطح المادة، ويستطيع أيضا بتطبيق فرق جهد معين على نقل الذرات من مكان إلى مكان. وقاموا بإدهاش العالم كله بكتابة اسم الشركة التي كان يعمل بها في ذلك الوقت IBM، شركة IBM المشهورة، وكتبوا عليها بذرات الزينون على شريحة من النيكل IBM لتراها تحت المجهر الإلكتروني. كتبت بالذرة، وطالما كتبت بالذرة معناته حلم ريتشارد فاينمان بدأ إيش يتحقق. السكانينج تانلينج مايكروسكوب عبارة عن رأس معدنية مدببة، طرفها المدبب يصل إلى ذرة أو ذرتين أو ثلاث ذرات الماكسيموم، وبتطبيق فرق جهد معين والاقتراب بسطح المادة تستطيع الذرات أن تتحدث مع بعضها البعض من خلال تبادل الماجنتيك أو أسف الإلكتريك فيلد، فبيحدث إيش؟ تجاذب وتنافر. هذا التجاذب والتنافر يجعل الرأس المدبب يتدبب، وبوضع مرآة على الساق لينعكس عنها شعاع ليزر، فتستطيع أن ترسم هذه الذبذبات في صورة خريطة لسطح الذرة كيف هي مرتبة في داخل المادة. شوفوا قديش دقة هذه الأمور. هذا السكانينج تانلينج مايكروسكوب بهذا الشكل، وهذا طبعا المعدة. طبعا هذا كله بيكون كله في مفرغة من الهواء حتى لا يوجد أي شيء يؤثر على هذه الفايبريشن. أنا عم أتكلم على مين؟ على أبعاد ذرية متناهية في الصفر. ومن ذلك الوقت من عام 1981 وهذا العالمين منحوا جائزة نوبل بعد 4 أعوام من اكتشافهم هذا الكلام، لأنهم فتحوا المجال لتقنية النانو. بدأت تكنولوجيا النانو فعليا في عام 1990، وهو بالتالي من العلوم العصرية التي جاءت في نهاية القرن العشرين لتدخل بكل قوة في القرن 21 الذي نسميه عصر النانو. وصل حجم التمويل في اليابان لدعم بحوث تقنية النانو في العام 2006 إلى $1 مليار، لكونهم يعلموا أنه هذه التقنية ستغير العالم، والأسبق في هذا المجال هو الذي سيسيطر على العالم
من ناحية اقتصادية. سنرى شاشات جوال جديدة، سنرى مستحضرات جديدة، كل شيء يصبح متغير بتقنية النانو. أمريكا طبعاً تركتش الموضوع، تجند لهذا الموضوع 40,000 باحث على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية يعملوا فقط في مجال النانو تكنولوجيا. تقدر الميزانية الأمريكية التي نفقت على موضوع النانو تكنولوجيا حتى العام 2005، هذه معلومات قديمة، ما يقارب 1,000 مليار دولار. تخيل لأهمية هذا الموضوع. ومن القصص الشهيرة اللي بحب أضربها لمثال على التحدي والصراع ما بين اليابان وأمريكا في مجال النانو تكنولوجيا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بكتابة رسالة مشفرة على شعرة بني آدم وأرسلتها إلى اليابان لفريق بحثي وقالت له أتمنى أن يكون لديك الأجهزة الدقيقة لتقرأ الرسالة المكتوبة على هذه الشعرة. فطبعا اليابانيين أخذوا الموضوع بجد وأعادوا الرسالة ولكن بطريقة أخرى. قاموا بثقب نفس الشعرة ثقب ووضعوا في داخلها آلاف الشعيرات النانوية وقالوا لهم نتمنى أن يكون لديكم الأجهزة تعرفوا ماذا أدخلنا في داخل الشعر. فأنت شوف كيف يعني العالم، يعني تخيل شعرة بني آدم يحفر في داخلها ويحط في داخلها شعيرات أخرى، حاجة غريبة جدا. وإن شاء الله بتوقع منكم برضو تكتبوا على الشعيرات الصغيرة جدا ما تشاءون. مقياس النانو تكنولوجيا، أكيد كنا مش قادرين نقدر ما هو مقدار صغر هذا النانو تكنولوجيا، قديش وزير. وعشان أضرب لك مثال بسيط، الشعرة الإنسان تتصور في الثانية الواحدة قديش بتطول؟ 5 نانومتر في الثانية الواحدة بتطول 5 نانومتر. ولأن النانومتر صغير جدا فلن نشعر بكبرها بعد مرور حتى 2 ساعة و3 دقائق. لو جبت 13 مليون ذرة هيدروجين صفتهم جنب بعض، 13 مليون لعملوا 1 ملليمتر. تخيل، خلينا نشوف العرض هذا واعطيكم فكره على النانو. احنا بنتعلم من النانو من الطبيعه، سبب غروب الشمس الاحمر لانه الضوء الاحمر يتشتت على جزيئات نانويه بتعطي اللون الاحمر. كذلك لو انت نظرت الى كثير من الحاجات في الطبيعه لنجد انه اساسها نانو تكنولوجي. على المقياس النانو تكنولوجي لو جينا على الكره الارضيه، اعلى جبل في الكرة الأرضية يصل ارتفاعه 8000 متر، ملعب كرة قدم ارتفاعه 100 متر، أنت ماكسيموم قديش بيكون طولك؟ 2 متر. لو مشيت نملة على إيدك قديش بيكون طولها؟ 8 متر. لو أخذنا جلد الإنسان ووجدناه زي خلايا البصل 13 مايكرون، 13 مايكرون كبير، البكتيريا 2 مايكرون كبير بالنسبة لمين؟ لما ننزل للفيروسات التي يصل حجمها إلى النانو. وآخر شيء الدي ان اي اللي هو اساس كل شيء حي في هذا الكون، الدي ان اي اللي مخزن عليه الشفره الوراثيه، عرض الدي ان اي 2 نانومتر في ارتفاعها الذي لا يتجاوز ال 13 نانومتر. تخيل التفاصيل الدقيقه اللي داخل الدي ان اي في ال 2 نانومتر قديش وماذا يوجد عليها. هذا هو النانومتر. النانومتر صغير جدا، يعني لو انت تكلمت على فيروس يستطيع ان يصعد على بكتيريا 1000 فيروس على بكتيريا واحدة، لأنه الفرق ما بين 1 مايكرومتر و1 نانومتر 1000. وبالتالي لما بقول لك البكتيريا طولها 13 مايكرون معناته أنا بقدر أحط عليها كم فيروس؟ 13,000 حاجة زي كده. تخيل، لذلك علم النانو تكنولوجي له تعريفات كثيرة، ولكن خلينا نقول التعريف الذي أقرب إلى الواقع أنه يمكن تعريف تقنية النانو بأنها العلم الذي يهتم بدراسة ومعالجة المادة على المقياس الذري. يعني لما تجيب للشمع وتصهره هذا على المقياس المجهري اللي أنت الجوهر اللي أنت شايفه بعينك، صح ولا لا؟ لكن لما بيجي على المقياس الذري أنا بغير خصائص الشمع،
بغير خصائص الحديد، بغير خصائص الذهب، بخلي البلاستيك موصل للكهرباء، تخيل، بخلي الذهب لونه برتقالي، بخليه اخضر، بخليه احمر، بخليه شفاف، من خلال ايش؟ تحكم في خصائصه. وذلك لابتكار تقنيات ووسائل جديده خاصه بعدم النمو. وبالتالي لو انت صنعت هذه العجله من الذرات، هذا موتور تستطيع ان تطلق الدواء في داخله وتخليه يمشي في داخل الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه كانك انت ماشي في نفق، فتستطيع ان تعالج وتصلح كل ما هو مش شغال صح. لذلك ثوره تقنيه النانو هي امكانيات لا حدود لها، قد ما يتخيل عقلك تستطيع انك ايش؟ تبحر فيها. وبدي اقول لكم شغله، انه احنا في القرن العشرين علم المايكرو كان هو المسيطر. ليش؟ لانه كنا نتكلم على مايكرومتر 10 قوة ناقص 6 من المتر، يعني واحد جزء من المليون. فظهر عندي المايكروويف، ظهر عندي المايكروسكوب، ظهر عندي حتى المايكروباص، الباص الكبير صار مصر منها مايكروباص، صح ولا لا؟ كلمة مايكرو أصبحت دارجة. الآن لما أصبح العلماء قادرين على إنتاج أجهزة في النانو، صار عندك إيش اسمه في المصطلح؟ نانو تكنولوجي، نانو ماتيريال، نانو ابلكيشن، كلها تطبيقات في الداخل. ماخذين بالكم نانو ستراكشر، نانو واير، فاصبحت كلمة نانو هي الاسم التقني للقرن الايش؟ ال 21. مراحل تطور النانو او علم الالكترونيات، لانه الدافع والمحرك الاساسي لعلم النانو حقيقة وما ونقولها بكل صراحة هي الوصول بالترانزستور الى حجم اصغر حتى استطيع اصنع اجهزه بحجم الكف. وهذه الابحاث دفعت باكتشاف اول شيء المصابيح الالكترونيه. كان العنصر الالكتروني الذي يقوم بدور تكبير التيار الكهربي او تقويم التيار المتردد هي عباره عن مصابيح يسموها الصمامات الكهربيه. وكان التلفزيون المصنع بالصمام الكهربائي بده 5 يحملوه حتى يطلعوه مكان او يودوه على التصليح من كتر ثقل حجمه. وكان لما بيشتغل بده دقيقه قبل ما يحمى، صح ولا لا؟ الكمبيوتر بالصمامات كان بحجم مبنى كليه الزراعه، عشان يكون عندك كمبيوتر. اول كمبيوتر وجد لعمليه الاحصاء الامريكيه كان بحجم مبنى كامل. ثم انتقلنا بالترانزستور، باكتشاف الترانزستور في الخمسينات من القرن العشرين عمل ثورة. وبالتالي انتقلنا من الجيل الأول للجيل الثاني، ولا نطلق كلمة جيل إلا بعد حدوث نقلة نوعية في الاستراكشر، في الحجم، في الأداء. بعد الترانزستور اللي هي عبارة عن مواد شبه السيمي كوندكتور، أشباه الموصلات، أشباه الموصلات غيرت كل مفاهيم الإلكترونيات باستخدام الترانزستور. صار التلفزيون خفيف، صار التلفزيون اوضح، صار الجوال موجود، اجهزه التلفونات، اجهزه اللاسلكي، لكن لا زلنا بحاجه الى المزيد. فكانت الدوائر الالكترونيه متكامله، على 1 سنتيمتر مربع تستطيع وضع ملايين الترانزستورات. وبالتالي صار عندك السي بي يو، الميموريز، الفلاش ميموري. والان بعد الدوائر المتكامله جينا للمايكرو بروسيسورز، قمة التكنولوجيا، عبارة عن مبنى ستراكشر كامل على تخمه 2 ملم من الدوائر الإلكترونية التي تقوم بعمليات حسابية يصل عددها إلى ملايين العمليات الحسابية في الثانية. السي تي كيف برسم الإيمج اللي بياخذها من جسم الإنسان؟ هو يقوم بمعالجة وحل 13 مليار معادلة في الثانية حتى يظهر لك الصورة سيمتينيسلي. كل هذه ساهمت في رقي الإنسان وحضارته. هل العلم توقف عند الحد وقال بكفي؟ ابدا. انتقلنا الان على اعتاب اللي هو الجيل الخامس، تكنولوجيا النانو. وهذا طبعا من يعني انتم حتكونوا الجيل اللي حيكون حلقه الوصل ما بين المايكرو والنانو. تخيل كيف؟ لانه بعد ذلك النانو اللي حيكون مسيطر على كل ايش الوضع، زي ما احنا كان جيلنا عباره عن ايش؟ اللي هو الانتقال من العصر التناظري الى العصر الرقمي، عصر الكمبيوتر. جينا في الجاب هذا. فبالتالي
لو انت استخدمت النانو تكنولوجي تستطيع ان تضع كمبيوتر كامل بكل الوظائف تبعته على اظفر اليد، يستطيع مراقبة نبضات القلب، ارسال المعلومات الى اقرب طبيب، ارسال المعلومات الى الطوارئ اذا شعرت بالالم، ارسال معلومات الى الادويه اللي في داخل جسمك لتحريرها، حتى زي الانسولين لما مرضى السكر اذا انخفضت نسبه السكر 24 ساعه بيعمل مونيتور الكمبيوتر، فمجرد ما ينخفض الدم بقول له اطلق جرعه انسولين حتى ايش تعدل الوضع. كل هذا الكلام، ولذلك ما نستغربش بكره لما نلاقي الاجهزه التي تزرع تحت الجلد مش هنحس فيها لانها نانويه. ايش نانويه؟ اصغر بكثير من الشعيرات الدمويه اللي موجوده في جسم الانسان. كلمه ليش احنا بنسعى للتصغير؟ كلما صغرت الاشياء كلما اصبحت اسرع، انحف، اخف، ارخص، اقل استهلاك للطاقه. هذا من الموضوع المهم، بدي اياها تدوم فتره طويله، تصل لاماكن دقيقه لا يمكن الوصول لها، اقل تلوث للبيئه. وبالتالي احنا على اعتاب مرحله او نهضه تكنولوجيه خطيره بتقنيه ما، وبالتالي يجب انه نكون سباقين في الاطلاع على هذا العلم وفهمه جيدا. ما مدى صغر قياس النانو؟ لو انت تخيلت هذه الشعره اللي بالمناسبه قلت لك الامريكان كتبوا عليها رساله لليابانيين، فقام اليابانيين بادخال الالياف النانويه في داخل هذه الشعره. هذه الشعره سمكها لا يتجاوز 100,000 نانومتر. انت لما تمسك شعره وتطلع فيها قديش سمكها؟ 100,000 نانومتر، رقم كبير جدا. ومع ذلك الشغل كله على مين؟ على 50 نانو. اي انك انت بتصنع اجهزه بتدخلها بداخل الشعره كما تخيل. ولذلك الالياف النانويه اصغر بكثير من هذا الكلام. بمعنى لو انت وضعت 13 ذره هيدروجين جنب بعض، هي النانو. هل يوجد من اصغر من ذره الهيدروجين؟ لا شيء. 13 ذره جنب بعض بيعملوا 1 نانو. اذا لما بقول لك انه شعره الانسان تكبر 5 نانو في الثانيه، بتقول ايش والله كثير ولا شيء. وبالتالي احنا هذا ولا شيء ضخمناه واستكشفناه من تحت، اللي هو الكلمه اللي اطلقها المبدع ريتشارد فاينمان لما قال هناك المزيد في القاع. مصطلح نانو في الاصل مشتق من كلمه نانوس اليونانيه، والتي تعني القزم الصغير، وتستخدم للدلاله على 1 مليار من المتر. نانو يعني صغير كثير، ونستخدمه في لغتنا العربيه كمان، صح ولا لا؟ 1 سنتيمتر 1/100 من جزء من المتر، 1 مليمتر جزء من الالف، طب 1 مايكرون جزء من المليون، طب 1 نانو انه المتر قسمته الى مليار قطعه. والمليار رقم ضخم جدا. هذا هو النانو. برضه خليني اورجي لك سكيل اخر. الصور التي تراها بالعين المجرده، لانه احنا بنمتلك الاجهزه لعند 100 مايكرون ان نرى بالالوان. بعد ال 100 مايكرون بصير الامور ابيض واسود لاختلاف تقنيه التصوير. فلو انت كنت في الطبيعه شاهدت ذبابه على ورقه، اي ذبابه؟ الورقه في حدود كام؟ 10 سم بكثير. طيب الذبابه اللي تمشي على الورقه قديش؟ في حدود سنتي. هاي ابعاد الذبابه. لو اجيت لعين الذبابه، شايفها هذه؟ وكبرناها اكثر لتصل الى 100 مايكرون، اي 1/10 من المليمتر، ماذا ترى؟ ترى تفاصيل دقيقه غايه في الابداع. غايه في الابداع. تبصر بها الذبابه وتجس الايش؟ الخطر وتعرف طريقها. لو كبرناها اكثر لوجدنا في حدود ال 10 مايكرون تراكيب كرويه صغيره جدا. هذه التراكيب الصغيره يوجد بينها شعيرات صغيره جدا في حدود ال 1 مايكرون. هذه مجسات الاستشعار اللي في عين الذبابه التي تحول الضوء الى مشاهد. لو جينا اخذنا هذا ال 1 مايكرون وكبرناه اكثر ونظرنا عليه، لقينا عليه تفاصيل دقيقه جدا. احنا نتكلم على 100 مايكرون. لو انتقلنا الى 10 مايكرون احنا صرنا نطلع على مين؟ على الدي ان ايه،
10 نانومتر، احنا نتكلم على الدي ان اي اللي هي عنصر البناء. الدي ان اي لو دخلنا على 1 نانو حنشوف الايش المولكيولز اللي مكونه. الا يوجد متسع في القاع زي ما قال صحيح مظبوط ولا لا؟ هذا المجال اللي احنا بنكتشفه. لو اعطيتكم فكره على الابعاد تبعتنا، راس الدبوس من 1 الى 2 ملم، شعر الانسان 100 مايكرون 100 الف من نانومتر، كريات الدم الحمراء 2500 نانومتر. يعني تستطيع انك تصنع، انت تستطيع انك تعتبر كريه الدم الحمراء عباره عن مساحه او ملعب كره قدم لجسيمات نانويه قاعده تشتغل عليها. الدي ان اي 2.5 مايكرون، اسف 2.5 نانومتر، والمسافه بين ذرات السيليكون تصل الى ايش؟ الى اجزاء من النانو. اذا احنا هنا في هذا العالم، وهذا السكيل بيورجي لك النانو في اي منطقه. هذه المنطقه التي تبصر بها الالوان اللي بنسميها اللي هي الفيزبل ريجن. تحت الفيزبل ريجن لو صغرنا اكثر بيجي للالترا فايلوت ثم الاكس ري ثم الجاما وهكذا. طبعا احنا نتكلم على مقياس صغير جدا جدا جدا. اتعلمنا من الطبيعة كيف تتصرف مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وجدنا أنها كلها تتحرك بمجسات نانوية. سواء لو شفت نملة تمشي على سقف الحيط، هذا شيء مدهش ضد الجاذبية الأرضية، ولو بتكون حاملة قد وزنها 3 مرات، كيف التصقت قدماها بالحائط بالسقف؟ تحت الدراسة والتحليل استطعنا أن نرى تراكيب هذه الرجلين، واستطعنا أن نصنع قفازات. لو شفتوا في أفلام الخيال العلمي بتلاقي بعض الأشخاص بلبسوها بتحركوا على مين؟ على الزجاج. سنرى كيف أن الورق تبع الشجر يمنع قطرات الندى أن تلتصق به فتنزلق. تخيل لو التصقت أو المية في أوراق الندى لتراكمت الغبار على الأوراق، ولا حجب ضوء الشمس عن هذه الأوراق، ولا توقفت عملية التمثيل الغذائي، ولا ماتت النبتة. تسقط المياه فتتدحرج. درسنا تفاصيل هذه الدقائق، وبالتالي استطعنا أن نصنع ملابس لا تتسخ، أو سيلف كلينر أو سيلف كلينينج ماتيريال، مجرد ما تيجي عليها المية تتزحلق تطلع في المطر ولا تنبل ولا حاجة أبدا. الأجهزة التي وفرتها لنا التكنولوجيا الفيزيائية هي اللي مكنتنا من فحص الطبيعة الصغيرة. هذه الأجهزة، الميكروسكوب الإلكتروني، الميكروسكوب الإلكتروني، هذا جهاز سكاننج إلكتروميكروسكوب، هذا الجهاز يصل ثمنه إلى $500,000، يستطيع أن يرى بأبعاد تصل إلى المايكرون والنانومتر. ومن هنا نستطيع أن نرى حقائق الأمور ونتعلم كيف تمشي كيف تسير. الآن في هذا المشهد بدي أقارن، بدي أحط ذبابة وقطعة نقدية في داخل الإلكترومايكروسكوب وأنزل أتفرج عليها. هذا طبعا الإلكترومايكروسكوب، ووضعت العينتين بجوار بعضهم البعض في داخل الميكروسكوب، والآن بكبر عالم فسيح من المشاهد التي يمكن أن نراها. طلعوا وجدت على جناحة الذبابة ما يشبه الأهداب، وجنب هذه الأهداب في كمان تفاصيل أدق. هذا طبعا بعلمنا حاجات كثير، كيف تطير الذبابة وكيف تتحرك بسرعة وكيف تعمل مانوفر. كل هذه الشغلات تراكيب ربانية احنا بنتعلم منها، كلها من خلق الله، كلها إبداع نستطيع أن نتعلم منها. هذه التراكيب الدقيقة هي التي جعلت النانو بهذه الخاصية. المساحة السطحية لمواد النانو هي السر في خصائصها. لو أنت جبت مربع وقمت بتقسيمه إلى أجزاء وأجزاء وأجزاء، كل هذه ستزيد من إيش؟ من المساحة السطحية تبعها. وبالتالي كل ما نزلت أكثر، كل ما نزلت أكثر، كل ما الواحد سنتيمتر المكعب شكل مساحة هائلة. لذلك مكعب من السكر وحبيبات السكر، حبيبات السكر بتدوب بسرعة، المكعب بيطول. ساق من الألمنيوم لا يحترق، بينما حبيبات الألمنيوم النانوية في داخل الصاروخ هي اللي بتساعده على الإيش؟
على الاحتراق والانفجار والتحرك. كل هذا الكلام لأن مساحة السطح صارت كبيرة جدا، وبالتالي أصبحت الذرات المشاركة في عملية التفاعل زادت. الألوان، كيف نرى الألوان؟ الضوء الأبيض ينعكس على المنشور بيعطينا الألوان كلها. المادة لما تصبح جسيماتها نانوية في الحجم الصغير تعكس لون واحد بس، لذلك نرى الذهب باللون الأصفر المدهش تبعه لأنه بحجم معين. إذا صغرنا الذهب، ما هي وحدة بناء الذهب، إلى أجزاء صغيرة ممكن يصير عندي ذهب أحمر وأخضر وأصفر وذهب شفاف، لكن ما أظنش حدا حيشتري ذهب شفاف طبعاً لا. لكن ممكن نستفيد من هذا الذهب إنه أعمل مادة تعدم الرؤية وتصير إيش شفاف. هذه جناح فراشة، اتعلمنا من الطبيعة بعد تكبيرها بالميكروسكوب أن جناح الفراشة له تركيب استراكشر معين، هذا الاستراكشر المعين فقط يعكس اللون الأزرق، وبالتالي مدهش جدا الفراشة بتعطيك لون أزرق. لكن إذا سقطت عليها نقطة ماء لسدت الفراغات النانوية ما بين هذا الاستراكشر وتحول اللون من الأزرق إلى الأخضر. ولذلك كثير من الحيوانات بتغير ألوانها بسهولة جدا عن طريق إيش؟ هذه الخاصية. سبحان الله، كل شيء بنفكر فيه بنلاقي إنه خلق الله سبحانه وتعالى سبقنا به بكثير. السر في هذا كله إنه إحنا صار عندنا الأجهزة التي نستطيع بها أن نرى دقائق الأمور. هذه مثلاً على سبيل المثال، هذا عبارة عن فراشة أو حشرة. الآن أصبحت تصنع حشرات نانوية تستطيع عملية الرصد والمراقبة. هذه المواد تحت المجهر وجدت أن لها تركيب معين تمنع التصاق الماء في هذا السطح. هذه مواد كارهة للماء، هيدروفوبيك ماتيريال، تكره الماء. فصنعنا مواد لا يلتصق بها الماء، مجرد تسقط قطرة ماء حتى العسل بطل يلزق في المعلقة، لأنه صار غير خصائصه. طلع ذبابة تمشي على سطح زجاجي مدهش جدا. تحت الميكروسكوب وجدنا مخالب الأرجل، كيف تستطيع أنها تغلص في بين فراغات الشباب؟ فاستطعنا أن نصنع أسطح لا تستطيع الصراصير أن تتسلق. ما فيش مجال، لأنه سدينا الفراغات اللي بتمشيها. هذه النبتة تتغذى على مين؟ على الحشرات. فماذا تفعل؟ إذا تبلل هذا في الفجر، هذا السطح تتغير خاصيته من مادة سهلة الالتصاق إلى مادة عديمة الالتصاق. هذه المواد بنسميها هيدروفوبيك ماتيريال، محبة للماء. مجرد ما تحط عليها نقطة مية تنتشر على كل زي ورق النشاف، هذا بنسميه شره للماء. فبالتالي إذا بللت، شايفين حطينا بدل المادة ماء، فكل الحشرات اللي عمالها قاعدة تتغذى على رحيقها ستسقط في داخلها فتغلق عليها وتاكلها. هذا من هذه الطبيعة علمنا منها ولا لا؟ مين علم الحشرات كيف تتصرف؟ مين علم النبتة؟ هذا عبارة عن حوض ماء. حدا بيعرف إنه الماء نظيف تبع الحوض؟ مستحيل. لو وضعنا فيه هذه القارورة اللي شفتوها قبل شوية ودخلناها في مسامات نانوية، كل المواد والجراثيم والفيروسات العقيمة ستحجب ويبقى الماء الصالح، تقدر تشرب مباشرة. وين ما بدك. ووزعت على دول تعاني من مشاكل عديدة. هذه الدول عندها مشاكل في المياه، وزعت عليها هذه القوارير، فصار يسحب من الماء الراكد اللي فيها طينة وفيها غصة وبفلترها وبيشرب منها. أهمية المواد النانوية. ليش كل هالصرعة هاي؟ ليش العالم كله يتسابق إلى المواد النانوية؟ ليش الكل بحاول يختنس في الفكرة ويحاول يشتغل عليها؟ موضوع بسيط جدا. من ناحية إن المواد النانوية تمتلك خواص مميزة وفريدة ومدهشة وغريبة وأحيانا لا نتوقعها، حيث أن المادة تكون في حجم أقل من 100 نانومتر. طبعا لما بنحكي المادة البنية الأساسية إلها كمكونات في حدود 10 نانومتر تصدر خواص جديدة ومخالفة عن الخواص المعروفة في صورتها الطبيعية، وهذا الاختلاف يعود إلى سببين اثنين بدي اياك تضلك مذكرهم دائما. تأثير المساحة السطحية، العامل الأساسي تأثير المساحة السطحية. أنت قد تستهين بموضوع تأثير المساحة السطحية، لا بالعكس. أنا في الفيديو قبل شوية ايش ورجيتك؟
مكعب سكر وسكر بودرة محطوطين في مين؟ في إناء مية، تركناهم. مكعب السكر يمكن يقعد له 7 ساعات على ما يذوب. هذاك بذوب هو أثناء نزوله. السبب في ذلك أن نفس المكعب قسم إلى جزيئات صغيرة في صورة بلورات، صار المساحة السطحية التي تتعرض إلى الماء كبيرة جدا. وهذه المساحة السطحية أو على الذرات اللي على السطح هي هي اللي هي الذرات المشاركة في التفاعل، الذرات اللي جوا مخبية. ولذلك زيادة المساحة السطحية، لو أنت عندك 1 متر مكعب مساحته السطحية عبارة عن 6 أوجه، صح ولا لا؟ لو أنت قسمته هيك وقسمته هيك أصبح هذا نفس المكعب يمتلك 8-12 متر مربع من المساحة السطحية. لو زدت عملية التقسيم أصبح 18 متر مربع. لو استمرينا في التقسيم انتقلنا من 6 متر مربع إلى كام؟ إلى 10^8 متر مربع. إذا نفس الحجم أصبح يشكل مساحة أضخم من خلال مين؟ تصغير الحجم النانوي أو الوصول بالحجم النانوي. بمعنى أنه نسبة المساحة إلى الحجم تزداد زيادة هائلة، فتزيد من ذلك التفاعلات الكيميائية، تزيد من ذلك إيش؟ تغير كمان في ذلك الخواص في تفاعلها مع البيئة. وعندما نتحدث عن السبب الثاني، إحنا لما بننزل في المادة إلى الدقائق النانوية الصغيرة تصبح الميكانيكا الكلاسيكية ليس لها أي تأثير في الذرة، ما فيش شيء ينجح غير ميكانيكا الكم، وبالتالي تبادل الطاقة كل هذا بيتم بتأثير كوانتمي. لذلك المواد النووية هذه تكتسب خواصها الجديدة من وين؟ من زيادة المساحة السطحية على الحجم، ومن تأثير إيش؟ الكوانتم ميكانيكس عليه. فظهرت مواد جديدة خالص، زي مثلا مواد ميكانيكية. احنا بنستخدم مواد للحفر عادة في أعماق الأرض باستخدام الماس، والماس غالي جدا، لكن باستخدام مواد سيراميكية نانوية يمكن تصنيع مواد ورؤوس للحفر أقوى بكثير من مين؟ من الماس، وتستطيع أنها إيش؟ تثقب بقوة كبيرة وتكلفتها صغيرة رخيصة جدا. أيضا ممكن صناعة شريط لاصق من الألياف النانوية يستطيع أن يسحب سيارتين من بعض من قوة شده. لو رحنا للخواص الكيميائية مثلا، لو وجدنا أن نسبة التفاعل تزداد بطريقة هائلة، وبالتالي المواد النووية بتدخل كمحفزات بسموها كاتاليست. هذه المحفزات تستطيع تسريع عملية التفاعل، وبالتالي يمكن تنقية الهواء الغرفة، تنقية المياه، وقتل البكتيريا والجراثيم تماما باستخدام الفوتوكاتاليست هذه التي تعمل بتحويل طاقة الضوء إلى مواد مؤكسدة لمين؟ للخلايا والفطريات والبكتيريا، وبالتالي أنت بتعقب تحت إشعة الشمس. أيضا تستطيع إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام الخلايا الشمسية. أنت عشان تخزن طاقة شمسية باستخدام الألواح التقليدية بتاعت السيليكون الآن، أنت بحاجة أنك تخزن لتشغيل مثلا البيت لمدة يوم واحد، أنك تغطي مساحة السطح كله تبع البيت بخلايا شمسية. لكن لما تروح لخلايا شمسية بتقنية النانو، المساحة الصحية زادت بمساحات كبيرة، فبتصير فعالية السطح تبعك زي فعالية ملعب كرة قدم. والطاقة الشمسية كل ما كان الصحن اللي بتخزن فيه طاقة أكثر، كل ما كان الكفاءة أعلى، وبالتالي تستطيع أنك تخزن طاقة لمدة أسبوع كامل من يوم واحد. وهذا الكلام طبعاً تقدر تقيس عليه التطبيقات الهائلة. المواد النانوية مثلاً تكتسب خواص فيزيائية مختلفة، زي مثلاً على صعيد الألماس الذهب. الذهب عند درجة حرارة 1064 درجة سيليزية بينصهر، لكن لو في ذهب مصنع بحبيبات نانوية 52 نانومتر تنصهر عند درجة حرارة أقل، عند 500 درجة سيليزية. كل ما نزلنا بحجم الحبيبات كل ما إيش صارت المعامل، صارت تغير الخصائص ولا ما تغيرت إيش. زي ما شفت قبل شوية
بإمكانك إنك تصنع مواد بلاستيكية نانوية توصل الكهرباء بكفاءة أعلى من النحاس، وبالتالي بتصير الكهرباء مجانية أو شبه مجانية. ليش؟ لأنه إحنا لما بنمد أسلاك كهرباء لها مقاومة والنحاس مكلف. لما تصنع الأسلاك من البلاستيك مواد بوليمرز عضوية رخيصة الثمن. أشياء مدهشة تحدث في عالم النانو. إذا أنت ما شدتش تلفزيون لعند الآن انتظر، سيظهر تلفزيون بحبيبات النانو يعرض نقاء يفوق الوضوح الموجود حاليا. أنا حقيقة شريت تلفزيون أول ما بدأت نهضة التلفزيونات الـ LCD والبلازما والليد والليزر، قلت خلاص بكفي بوقف عند الـ LCD وبنتظر تقنية حبيبات النانو للتلفزيونات المستقبل، لأنها ستعطيك ريزوليوشن عالية جدا. المواد تتفاعل مع الجسيمات حسب أحجامها، وبالتالي الأزرق بيطلع من حبيبات نانوية مختلفة عن الأحمر مختلفة عن الأزرق. لذلك لو ما شفنا في الفيديو، إذا تم تشكيل الذهب من حبيبات نانوية مختلفة الأحجام لحصلنا على إيش؟ على ألوان مختلفة. وبالتالي بإمكانك إنك تجيب حبيبات نانوية مختلفة الأحجام وتدوبها في محلول، نفس المحلول مرة يكون لونه أحمر، مرة يكون لونه أزرق، مرة يكون لونه أخضر، مرة يكون لونه إيش؟ أصفر. كل هذا الكلام بسبب إيش؟ تفاعل الضوء مع هذه المواد أصبح إيش؟ مختلفة. موضوع الخواص الفيزيائية الحرارية والمغناطيسية، تخيل لما تتكلم على مغناطيس مصنع من المواد النانوية، لاستطعت إنتاج مغناطيس بقدرات قوة مغناطيسية فائقة تفوق الوصف. ليش؟ لأنه كل ما زادت المواد صغراً كل ما زادت إيش؟ القوة المغناطيسية. ولا زلنا نتعلم المزيد من هذه الخواص. أغلب البحوث اللي بتصير في الفيزياء وفي الكيمياء هي مركزة على دراسة مين؟ 40,000 أمريكي في أمريكا بدرسوا إيش؟ تطبيقات وتصنيع مواد وخصائص جديدة للمواد الموجودة حالياً. ولذلك عندما اكتشفت الكهرباء في المواد البلاستيكية توصيلية في البلاستيكية كان يعتبر هذا إنجاز علمي. الآن صار عندك جوالات بشاشات مرنة، وممكن تحط الجوال على إيدك وتلبسه كساعة وتفرده كشاشة، صح ولا لا؟ وبدأت شركات تطلقها. طبعاً هذه الشركات إلها مختبرات تحت الأرض سرية تامة، مجرد ما يطلع البرودكت بتعمل له الإعلان وبتنزله للسوق حتى تبيع أكبر كمية ممكن، لأنه اقتصاد. وبالتالي النقود التي تصرف في البحث العلمي يظهر أثرها وين؟ في تقبل الناس إلها. أنا بصراحة مندهش جداً لما أمسك شاشة كمبيوتر وبعد ما أخلص أقرأ المحاضرة أو أحضر المحاضرة أتميها زي كذا وأحطها في جيبي. تفضل لا. لذلك هذه الخصائص الجديدة للمواد فتحت الأفاق لتكنولوجيا جديدة. لذلك في المستقبل القريب حتلاقي الدنيا تغيرت تحت إيش؟ البحوث والتطورات الجديدة. التراكيب النانوية حنتكلم عليها بالتفصيل في الجزء الثاني، إما تكون أحادية الأبعاد، إما تكون ثنائية الأبعاد، إما تكون ثلاثية الأبعاد. قد ما تشوف صور في الإنترنت تصنف تحت هذه التراكيب. الأسطح الرقيقة ثين فيلمز أحادية الأبعاد، الألياف والأسلاك النانوية اللي تستخدم في الخلايا الشمسية لحصد أكبر مكان من الطاقة، هذه كلها تراكيب ثنائية. الأنابيب النانوية تحت الكربون التي بإمكانك تعمل منها أسلاك، ممكن تعمل منها أنفاق لتوصيل المواد، كل هذه عبارة عن تطبيقات لأنابيب الكربون النووي، وهذا عبارة عن مجال بحث كامل تستطيع أن تبحث فيه. وكريات النانوية التي تستطيع أنك تعملها توظيف للقيام بأعمال مهمة. هذه التراكيب كلها عبارة عن نتاج لأبحاث وتفاعلات كيميائية للمواد بالجسيمات النانوية. بعد ما تخلص ترصدها على الإلكترومايكروسكوب وتشوف ايش طلع معاها. قد تجد تراكيب لا أصل لها، مدهشة جدا، كلها تحت ايش؟ تحت اللي هو المجهر النانوي، ولها تطبيقات مختلفة. لذلك نحن بحاجة إلى الأجهزة، الميكروسكوب الإلكتروني الماسح اللي هو سكانينج الكتروميكروسكوب، الميكروسكوب الإلكتروني النافذ تانينج مايكروسكوب،
الاس تي ام الميكروسكوب الماسح النفقي، ميكروسكوب القوة الذرية الاتوميك فورس ميكروسكوب، وميكروسكوب الليزر الماسح. كل هذه أجهزة تقنية تطلبها علم النانو تكنولوجيا، وهي موجودة كانت ولكن الآن بقدرات أكبر. طبعا كل ميكروسكوب من هذه الميكروسكوبات وكيف يعمل له فكرة فيزيائية مختلفة عن الآخر. فمثلا الميكروسكوب الماسح الذي يدرس السطح تبع المواد النانوية، السطح فقط، النافذ الذي يستطيع أن يدرس حتى العمق لأنه ينفذ، الأتوميك فورس ميكروسكوب يستطيع أنه يرسم ويشكل لك تركيب الذرات، الميكروسكوب الإلكتروني، الميكروسكوب الليزر الماسح. كل هذه عبارة عن أجهزة، لو حبيت تقرأ عنها المزيد نشرت مقالات منفصلة لكل واحد عليهم على موقع الفيزياء التعليمي تحت كيف تعمل أشياء مبادئ الفيزياء، ستجد تقريبا مقال لكل واحد مع شرح فيديو، لأنه كل واحد من هذول الأجهزة فكرة عمله وتحضير العينة واختبارها عبارة عن تخصص متكامل، ويجب أن يتدرب الشخص 6 أشهر كاملة لتشغيل هذا الجهاز قبل ما يترك لوحده لتشغيله، لأنه دقيق جدا، أي غلطة قد تدمر قطعة مهمة فيه. المختبرات اللي بيشتغل فيها علماء النانو هي مختبرات نوعية مزودة بكافة الإمكانيات والأجهزة. الشخص اللي بيشتغل في هذا المجال بيرتدي ملابس خاصة زي كأنه خش على عملية جراحية أو بيشتغل في الفضاء، حتى لأنك تتعامل مع غبار، هذا الغبار يعتبر جسيمات هائلة جدا بالنسبة للمجال اللي أنت بتشتغل فيه، وبالتالي environment نظيفة جدا 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 مزودة بأجهزة. لذلك الملايين التي نسمع عنها في الميزانيات التي ترصد للأبحاث النانوية، لأنه فعلا كل الأبحاث تحتاج إلى أجهزة مكلفة كثيرة، وبالتالي هذه المختبرات إذا توفرت بإمكاننا إحنا إيش إنه نبدع ونطلع أشياء جديدة وأفكار جديدة وننطلق بهذا العلم. في النهاية يعني لا يسعني أن أتقدم لكم الشكر لحسن استماعكم، وأتمنى أنكم تكونوا في الحقيقة استفدتم من هذه المقدمة البسيطة. أنا صحيح مريت على مواضيع كثيرة بسرعة، لكن الهدف من هذه المحاضرة هي فلاشات أو ومضات علمية، وحتى نلتقي في اللقاء الثاني في نفس المكان وفي نفس اليوم في الجزء الثاني بعنوان طرق تصنيع وتشخيص التراكيب النانوية، وهو موضوع حيكون ثقل كثير، وبالتالي من أجله للقاء آخر. الآن معنا 10 دقائق للاستماع إلى أي أسئلة أو أي نقاط تحبوا تطرحوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.